كتب الفقه من كتب الحنابلة رحمه الله كتاب النكاح يقولون في المرأة الأفضل أن لا تكون من أقربائه، هل يعني ما ثبت من السنة ما يعيد ذلك أو خلاف ذلك؟ يقولون في بعض الكتب الأفضل أن لا تكون من أقاربه. هذا يذهب إليه بعض الناس، بعض العلماء ذهب إليه لفائدتين. الفائدة الأولى أنه أنجب للولد، بمعنى أنه يجذبه عرق أمه إذا كان من قبيلة وعرق أبيه إذا كان من قبيلة، فأجتمع في هذا الطفل أخلاق هؤلاء وهؤلاء، ولأنه أسلم من القطيعة، لأنه قد يحتج بينه وبين زوجته خلاف يؤدي إلى تقاطع الأرحام ليس بين الزوج والزوجة فقط، بل بين الأقارب كلهم من هؤلاء وهؤلاء. ولكن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين، يشمل القريبة والبعيدة. ولا يخفى علينا أن علي بن أبي طالب تزوج بفاطمة رضي الله عنها وهي بنت عمه، يعني ليس العم الأبناء لكن أبو الرسول عليه الصلاة والسلام عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالصواب أنه لا يلتفت إلى القرابة والبعد، لكن يلتفت إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اظفر بذات الدين تربية.